السلام عليكم حبايب، شلون الصحة؟ صباح فؤاد، حمامة رقم 4 المتسابقة بجنحة. بسم الله ما شاء الله. طيارة حرير، جسم متناسق وجميل جدا. حمام جهوزيته جدا عالية، أعصابه جدا عالية، جسمه جدا متناسق. بسم الله ما شاء الله. طيور صحيحة هاي 2017 1-2-7-7-2-9-2 292 ل 2017. طيارة ما يهلك تعوفها وتقليب من اليد حقيقة. تبه لي عليه عن حبيبي. بسم الله ما شاء الله. طيارة صحيحة هاي. يا Waar komt hij deze vandaan? Vader is de jackpot. Die komt uit twee duiven van Koopman. Hij is de oom van de beste Vitesse duif van Nederland. En de vader is ook vader van de zesde NPO Boertje tegen 10.000 duiven. De moeder was zelf 13e beste allround duif van Nederland. Met hele mooie prijzen. Die komt weer uit een halfbroer van Solange. Gekoppeld aan de Conny. Oké. Okay. طائرة 2017-292 طائرة بجنحة 16-8578 بجنحة فايزة. الأب هذا مشتري من الكوبمان، هذني لطيور اثنين رام عند الكوبمان 2008، هذا كوبمان ذني اثنينات مباشر. الجاك بوت هذا عنده طلع بناته وبنات بناته ناشنال عند الفرق ركفازن، يعني مطلع اول ناشنال ايس بيجن الجاك بوت، يعني نص اخو هاي الطيره اول ناشنال ايس بيجن، واحفاده ال 2015 ال 877 فهي السادس ناشنال، بناته واحفاده ابطال عند البصفر كرك، منتجات ابطال هذا الطير، هذا الطير منتج ابطال. والامايه تيرا فايزه بجنحه 13 ناشنال ايس بيجن الاروند 2014، الاروند من 100 ل 700 يلعب 6-42-45-29-135 على آلاف 19,000-11,000-17,000. والطائرة طائرة بجنحة 16-8578 حمام مميز جدا إن شاء الله. هذا طيور جميلة، جسم متناسق صحيح، وطيور إن شاء الله بها إنتاج صحيح. تحياتي لكم حبايب، صفاء فؤاد من يوم البطل البصفر كرك.